ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اهتز دوار الحمر بحي ساسفة بمدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه الاثنين على وقع خبر مفجع يتمثل في انتحار طفل شنقا داخل منزل أسرته. وأوضح مصدر مطلع لماروك أخبار يومية أن الأمر يتعلق بطفل يبلغ من العمر قيد حياته 12 سنة استغل غياب والديه ثم أقدم على الانتحار شنقا داخل منزل أسرته لأسباب مجهولة، مشيرا إلى أن خبر انتحاره صدم ساكنة دوار حمر. وأكد ذات المصدر بأن الشرطة العلمية تتواجد في هذه اللحظات بمنزل الطفل الهالك، وذلك في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن الأسباب التي دفعت به إلى الانتحار. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.